مرحبا بحضراتكم مره تانية، وخلينا نروح سريعا لجوله لاهم الاخبار المحليه. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي القى كلمه امبارح بمناسبه عيد تحرير سيناء، قال انه يوم 25 من ابريل سيظل خالدا في ذاكره الامه، وقال ايضا ان المصريين بينظروا الى سيناء على انها دره التاج المصري ومصدر فخر وشرف لهذه الامه. اوجه سيادته تحيه الى كل من ساهم في سبيل استعاده ارض سيناء المقدسه. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، أتحدث إليكم اليوم في الذكرى 40 لتحرير سيناء الحبيبة، تلك البقعة الغالية من أرض الوطن التي يحمل لها المصريون جميعا في قلوبهم تقديرا لا ينقضي مع تقادم الزمن وتعاقب الأجيال، وينظرون إليها على أنها درة التاج المصري ومصدر فخر واعتزاز هذه الأمة باعتبارها الأرض الوحيدة التي تجلت عليها الذات الإلهية، وهي البقعة التي اختارها المولى سبحانه وتعالى لنزول أولى رسالاته السماوية، فمكانتها الدينية والتاريخية لا ينازعها فيها أحد، وموقعها الجغرافي الفريد هو ما لفت إليها الأنظار عبر العصور المختلفة، فهي ملتقى قارات العالم القديم وحلقة الوصل بين الشرق والغرب. شعب مصر العظيم، إن يوم 25 من إبريل سيظل يوماً خالداً في ذاكرة أمتنا تجسدت فيه قوة الإرادة وصلابة العزيمة، أكدتها أجيال أدركت قيمة الانتماء لوطنها فوهبت أنفسها للدفاع عن ترابه، تلوح عالياً برايات النصر في سماء العزة والكرامة الوطنية. فتحية إلى كل من ساهم في سبيل استعادة هذه الأرض المقدسة وعودتها إلى أحضان الوطن الأم مصر. تحية إلى شهداء مصر الخالدين في ذاكرتها الذين جادوا بالروح والدم من أجل بقاء الوطن حراً أبياً. وتحية إلى رجال الدبلوماسية المصرية الذين خاضوا معركة التفاوض بكل صبر وجلد لاستعادة الأرض الحبيبة. وتحية إلى روح الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي اتخذ قراري الحرب والسلام بشجاعة الفرسان وبرؤية القائد الذي يتطلع لتوفير المناخ الآمن وتحقيق الاستقرار لشعبه وكافة شعوب المحبة للسلام، إلى أن استعدنا أرضنا كاملة لنبدأ بعدها مرحلة جديدة في تعمير سيناء الغالية، ليكون ذلك بمثابة خط الدفاع الأول عنها. ولعلكم تلمسون حجم المشروعات التي تنتشر فوق ربوعها والتي تهدف إلى تنميتها والاستفادة من خيراتها وتحقيق الرفاهية لأهالي سيناء الحبيبة. السيدات والسادة، إن الاحتفال بأعياد تحرير سيناء يأتي متزامنا مع العديد من المناسبات الدينية والقومية، حيث يتواكب مع مرور 50 عاما هجريا على انتصار العاشر من رمضان الذي مهد الطريق لعودة هذه القطعة المباركة من أرض مصر، كما يأتي متواكبا كذلك مع عيد القيامة المجيد الذي يحتفل به الأخوة المسيحيون. وأنني إذ أغتنم هذه المناسبة لأكرر لهم التهنئة باحتفالاتهم بأعيادهم، ويأتي متواكبا أيضا مع قرب نهاية شهر رمضان المعظم،
وحلول عيد الفطر المبارك عاده الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. شعب مصر العظيم، في ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة التعقيد، يأتي تعظيم قدرات القوى الشاملة للدولة على رأس أولويات الدولة المصرية التي استشرفت آفاق المستقبل برؤية عميقة للأحداث، نظرة ثاقبة للمتغيرات والتطورات الدولية، فثبت لها يقيناً أنه من أراد السلام فعليه بامتلاك القوة اللازمة القادرة على الحفاظ عليه. ومن هنا فإني أتوجه بالتحية والتقدير إلى رجال جيش مصر المرابطين على كل شبر من أرض الوطن، والذين يستيقظون كل صباح على تجديد عهد الولاء لله والوطن، متأهبين دوما للدفاع عن أمة وضعت ثقتها المطلقة فيهم وفي قدرتهم على الحفاظ عليها. وبقدر اهتمامنا بقدرتنا العسكرية، نمضي أيضا على خطوط متوازية نحو الارتقاء بباقي القدرات الشاملة للدولة، والتي من أهمها القدرة الاقتصادية، حيث نطمح لتأسيس اقتصاد وطني قوي يكون قادرا على التصدي لمختلف الأزمات، لنحقق من خلاله معدلات نمو مرتفعة تستطيع توفير العديد من فرص العمل لشبابنا الواعد الساعي لتحقيق ذاته ورسم طريق مستقبله. وفي نهاية كلمتي، لا يسعني إلا أن أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء بأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء. كل عام وشعب مصر العظيم بخير وقوة وعزة وتقدم، ودائما وأبدا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمان امبارح السيدة انصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية هنأت الشعب المصري بمناسبة احتفالات عيد تحرير سيناء. وقالت السيدة انصار السيسي في تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بنحتفل بذكرى غالية على قلوب المصريين، وهي عيد تحرير سيناء الذي يمثل بحق عيد الكرامة والعزة وانتصار الإرادة لشعب مصر الذي أكد قدرته على مواجهة أي تحد لاستعادة ترابه الوطني وحقوقه كاملة. وأضافت أيضا تحية لشعب مصر العظيم ولكل من ساهم بتضحيات غالية لإعادة سيناء الحبيبة إلى أحضان الوطن. امبارح أيضا نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة فيديو على صفحته الرسمية بعنوان سيناء، وده في إطار الاحتفال بالذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء. سينا وبينا سينا عايشة فينا شايلنا في عينينا هنبنيها بإيدينا سينا حتى منا تطمن وتفيد أمين. بجهود وتضحيات رجال القوات المسلحة عادت الحياة إلى طبيعتها بمدن وقرى محافظة شمال سيناء بعد أن قامت القوات المسلحة بالقضاء على الجماعات الإرهابية التي كانت تشكل تهديدا كبيرا على أمن مصر القومي. الأسواق التجارية بمدن وقرى محافظة شمال سيناء تفتح أبوابها على مصراعيها لتوفير جميع السلع الأساسية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع. مشروعات تنموية عديدة ومدن سكنية جديدة تنفذ إلى جانب عمليات مكافحة الإرهاب لخدمة أهالي سيناء وتطوير كافة المرافق الحيوية بالمحافظة. المواقف التاريخية لمجاهدي سيناء لا تزال تكتب في سجلات التاريخ بوقوفهم بجوار قواتهم المسلحة في القضاء على الإرهاب البغيض واقتلاع جذوره من أرض سيناء الحبيبة. وأعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة وامتنانهم للقوات المسلحة على المساهمة في عودتهم إلى ديارهم بعد تطهيرها.
من دنس الإرهاب. يعني بصراحة يعني الواحد ما يقدرش يتخيل إنه كان هيحصل كده. نظام مدارس، مباني، جوامع، حضانات، جميع الإنشاءات الموجودة خيال فعلا. يعني ما كناش نتوقع إنه المشروع ده يتعمل هنا في سيناء أو في العريش عامة، ودلوقتي تطور العريش زاد وبقى أحسن. والله المنطقة اللي بنخشها بنمسحها، ما فيش بيفضل فيها أحد. ده بسعادة القوة المسلحة، ما خليت حتى في المناطق دي المحرر دلوقتي بالعربيات بخش بها بالليل بالنهار، ولا سلاح ولا شيء، بقسم بالله. مدينة سكنية ملحق بها مناطق صناعية وتجارية وتعليمية، فهي يعني نواة لإعمار المنطقة إن شاء الله من جديد، وعودة الحياة لطبيعتها بإذن الله في سيناء، وده اللي بننشده وبنأمله بإذن الله تباعا يعني إن شاء الله في القريب العاجل. قوات مسلحة لها دور كبير في مكافحة الإرهاب في سيناء وفي مصر كلها، والله القوات المسلحة متواجدة وربنا فوق الكل موجود، إحنا في أمان إن شاء الله. الحمد لله بفضل الله وبفضل الجيش طبعا، تمام. الوضع اختلف جدا جدا، بقينا نمشي مطمنين، ما فيش الخوف ده انسناه اصلا الحمد لله. يعني يحيى الجيش ويحيى الشعب. المشروعات بقى في تنميه اكثر، تنميه سيناء في مشروعات كتير شغلت الشباب، فتحت فرص عمل للشباب، فحاجه جميله جدا جدا. الحمد لله الوضع مستقر 100% تمام 100%. 25 يوم واحنا في الارض هنا باسرتنا زي ما انت شايف، أمن وأمان، ما فيش أي تكفير هنا. مدفول 14، يعني كل مطالبنا مجابة لينا. وضع ممتاز 100% الحمد لله، أمان وفوق بعد الحمد لله، طبعاً مساعدة القوات المسلحة، يعني أحسن من أيام 2010 كمان. أكيد كلنا مبسوطين والله، ومش مصدقين يعني إن إحنا رجعنا. حاسس دلوقتي بالأمان، الأمان بأكثر حاجة الأمان يعني. أخاف إزاي وأنا جنب إخواتنا جيشنا العظيم، هو اللي حمينا يعني وحرسنا. كمان امبارح كان في مجموعه من الاخبار الهامه، منها انه وزاره التضامن سلمت عدد من الادوات الانتاجيه لسيدات جمعيه الوحده ببئر العبد في شمال سيناء، وده كان بالتزامن مع احتفالات عيد تحرير سيناء. وكمان ايضا امبارح تم نقل وتسكين 908 اسره من مصر القديمه في شقق مفروشه بمشروع الخياله، واخبار تانيه كتير هنتابعها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة ومتنوعة حصلت امبارح، منها وزارة التضامن سلمت عدد من الأدوات الإنتاجية لسيدات جمعية الوحدة ببئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وده بالتزامن مع احتفالات عيد تحرير سيناء، وفي إطار استراتيجية تمكين المرأة اقتصادياً ودعمها فنياً وتشجيع الحرف اليدوية والمساهمة في توفير فرص عمل. كمان امبارح واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة أعمال تطوير المنطقة خلف سور مجرى العيون وإزالة مناطق الجيارة وحوش الغجر والسكر والليمون والجباسة، وده ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية. وتم لحد دلوقتي إخلاء 284 عقار من إجمالي 520 عقار، وتسكين 908 أسرة مستحقة بكومباوند الخيالة من إجمالي 1660 أسرة. امبارح بدأ التقديم لحج القرعة، وهيستمر لحد يوم 6 مايو اللي جاي بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت. واشترطت وزارة الداخلية على المتقدمين لحج القرعة لهذا العام الاحتفاظ بأصل شهادة التطعيم ضد كورونا لاصطحابها معهم أثناء السفر. كمان امبارح بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل القطارات الإضافية بخط الصعيد، وده تيسيراً على جمهور الركاب بمناسبة عيد الفطر المبارك.